بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. سكب مياه الصرف الصحي بالخندق المخصص لمياه النزل بمنطقة نويل يسبب أضرارا صحية للأهالي ومشاكل بيئية خاصة في غابة النخيل. المسابح في سيدي بوزيد الملاذ الوحيد للمواطن الترويحي عن النفس، إشكالية تطرح غياب فضاءات الترفيه والدعوة إلى التسريع في استكمال المشاريع المعطلة في هذا المجال. الكتاب خير رفيق للطفل على شاطئ الفلز بالمنستير، تظاهرة ثقافية تراوح بين السباحة والمطالعة من أجل جيل مبدع. البداية بالشأن الأمني، وقال وزير الداخلية هشام الفراتي إن القضاء كلف الوحدة الوطنية في البحث في جرائم الإرهاب بالجرجاني بالبحث في ملابسات عملية السطو المسلح التي استهدفت أمس أحد الفروع البنكية بمدينة القصرين، مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بأن تلك العملية إرهابية أو ذات صبغة إجرامية إلا بعد انتهاء التحقيقات الأمنية والقضائية. ويذكر أن عملية سطو مسلح كانت نفذتها أمس عناصر إجرامية على أحد الفروع البنكية بولاية القصرين، وقد بلغت قيمة المبلغ المالي الذي تم الاستيلاء عليه 90,000 دينار حسب بلاغ للبنك. مشاكل بيئية وأضرار صحية تترصد بالأهالي في جهة نويل التابعة لدوز الجنوبية بولاية قبلي، أسبابها تحول مياه التطهير إلى برك وبحيرات ومياه راكدة بالواحات. الأهالي يطالبون بإجراءات فورية وحلول جذرية. أندية دوز الجنوبية والتي تحولت إلى شبه بحيرة صغيرة من المياه الراكدة والمتأتية أساسا من محطة التطهير بدوز، وضع بدأ يمثل قلقا كبيرا للسكان هذه القرى لما تسبب هذه المياه من عديد المشاكل البيئية والصحية لنويل وعديد القرى الأخرى المتاخمة لها. المشروع هو مبني لمقاومة ركود المياه، مياه النزل، لكن إن الديوان التطهير استغل النشعيات هذه اللي عملتها الفلاحة وصب المياه المعالجه نتاعها في الخنادق، هذا راهو سبب لنا مشكل كبير. والمشكل هذا راهو يمتد على قرابه حوالي 20 كيلومتر. الاضرار الصحيه خاصه هي اضرار كارثيه على صحه المواطن، وخاصه وان الريحه ما كنت تعرفوا هنا ان الريح يجي من الاتجاهات الكل في البلاصه هذه، الريحه وصلتنا بشكل كبير ياسر مع الناموس مع الوشواشه مع انواع غريبه من الحشرات ما كناش نعرفها في بلاصتنا هذه في منطقتنا هذه اللي منطقه صحراويه جافه. مياه الصرف الصحي باتت هاجس كل متساكني هذه المنطقة والتي تسببت في مشاكل بيئية وفلاحية على حد قولهم. اللي هي ضرت النخل نتاع نويل وضرت يعني المكان هذا، والتو الإدارة ما عندهاش باعتبار أن مشروع مش واضح. الأضرار السبب هذه الفضلات البشرية معناتها والمواد الكيميائية على التربة وعلى معناتها تسبب تلوث في البيئه وفي المحيط، هذا واضح وربما معناتها حتى احنا تو نحكوا على تيبس النخيل ربما يكون واحد من الاسباب هذه. المطالبه بالتدخل العاجل والقضاء على هذا الاشكال في اقرب الاجال مطلب ملح لكل متساكني هذه القرى. احنا تو صبرنا عندنا مده معناتها كل مره يعملوا لنا حل، اللي هو ثبت بالكشف كما شفتوا اليوم انها حلول معناها ترقيعيه ماهيش جذريه. نطالبوا بحلول من وزارة البيئة باش يعملنا حل، اللي هم قادرين كمهندسين وكذا قادرين عنا يعملونا حلول صديقة للبيئة. المسؤول الأول للإدارة الجهوية للتطهير بقبلي أكد على أن هذه المياه لا تمثل خطرا على المتساكنين وأنهم بصدد البحث عن حلول ترضي الجميع. حاليا قدمنا عدة مقترحات وهي بصدد الدرس، وإن شاء الله معناها نوصل حل تشاركي يرضي الأطراف الكل، مع العلم وأن الكميات نتاع المياه المعالجة هي كمية محدودة لا تمثل سوى الخمس أو أقل من كمية المياه الموجودة، وهي مطابقة للمواصفات التونسية للسكب الوسط الطبيعي. نويل الجرسي لبليدات بني محمد هي جملة القرى المتضررة من سياب مياه الصرف الصحي، ينتظرون تدخلا عاجلا لتطويق هذا الإشكال والذي أصبح يمثل الهاجس الأكبر لكل متساكني هذه الجهة. إلى الشأن التنموي، ومشروع تشييد تونس هو بادرة تنفذها جمعية الجيل التونسية بتمويلات أمريكية تهدف إلى دعم 60 شابا من ولاية صفاقس في مجال بعث المشاريع. مشروع تشييد تونس يهدف إلى دعم 60 شابا وشابة من أجل تكوين مؤسسات ناشئة عبر دراسة أفكار مشاريع وتكوين أصحابها ومتابعتهم. المشروع هذا يهدف إلى دعم
شباب عندهم أفكار لبعض المشاريع يهدف في النهاية لبعض المؤسسات الناشئة من جهات أربعة اللي هما الكاف وسيدي بوزيد وصفاقس ونابل. هي تجربة أولى وممكن من عدة تجارب ومشاريع أخرى تمولهم السفارة الأمريكية في 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 تونس، وممكن في المستقبل يعني يعتمد على مدى نجاح المشروع. بطبيعة هناك إمكانيات أخرى في المستقبل لتجارب أخرى. فريق مشروع تشييد تونس نظم ندوة لفائدة المشاركين من جهة صفاقس تتخللها ورشات عمل وتقديم المشاريع والوقوف على صعوبات التمويل. تمويل وممكن حتى لوكال. بون قاعدة نلوش في لوكال، فما عبيد زاد لقاو مشاكل في اللوكال، فما عبيد يقول لك عندهم لوكال ما يقول لك بورسونتر دو فورماسيون دو كولتوريل ولا دو لوزير ماذا بيا لا بقل ماشي وجاي وبقل هرج. دونك انا قاعدة نلوج ومانيش معناتها مانيش باش نسلم، خاطر معناتها باش تلقى في صفاقس حتى كان مش في السونتر بعيد شوية ما يقلقش. نصور العبيد كي باش تلقى حاجة ناجحة وحاجة مطلوبة نصورها تجي. البنوك تقول لك معناها التمويل موجود، لكن يلزم يكون رؤية واضحة، رؤيتك معناها للمشروع واضحة، شنو هي المتطلبات، يلزمك تجيب لهم لي دوفي وكل هذا كله قاعد يحضر، وان شاء الله باش نتوجهوا للبنوك من بعد وان شاء الله نحظوا بالموافقة. يؤكد أغلب الشباب أصحاب أفكار المشاريع أن المشكلة الأولى التي تعترضهم هي مسألة التمويل، إضافة إلى التعقيدات الإدارية، رغم أن مشاريعهم قابلة للإنجاز وذات مردودية عالية حسب تعبيرهم. انطلقت اليوم الرحلة الجوية التي تقل حجيجنا الميامين أصيلي الجنوب التونسي إلى البقاع المقدسة من مطار جبهة جرجيس الدولي، وعلى متنها 249 حاجا وحاجة من ولايات قابس وتطاوين ومدنين. بأشواق سنين الانتظار والتوق إلى زيارة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، غادر حجيج ولاية تطاوين ومعتمديتي بن قردان ومارث إلى البقاع المقدسة، وفي البال فرحة لاستطاعة أداء مناسك الحج والقدرة على القيام بهذا الركن. كل عام نقول السنة والحمد لله السنة وسهل ربي الحمد لله. كل مؤمن يصل ربي الرحلة هذه لأنها رحلة لها طعم خاص، حتى التعب وحتى الانتظار وحتى كل رحلة العمر كلها يهون من أجل اللحظة الخاصة، من أجل معناها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، زيارته في مدينته، من أجل رؤية الكعبة المشرفة، من أجل معناها أداء فرض من فريضة الإسلام. هي فريضة واحد ماشي لها فرحان وبيخدمها فرحان إن شاء الله. هذه الرحلة الأولى واحدة من ثلاث رحلات أخرى مبرمجة عبر مطار جربة جرجيس الدولية، أنهت مختلف الأطراف استعداداتها لتنظيمها في أحسن الأحوال. أول رحلة من مطار جربة جرجيس الدولي على متنها إن شاء الله 249 حاج من ثلاثة جهات، من قابس ومن تطاوين من ولاية تطاوين ومن معتمدية بن قردان. تتلوها إن شاء الله زوز رحلات أخرين، رحلة يوم 9 أوت إن شاء الله على متنها 240 حاج، والرحلة الثانية تجي من مطار صفاقس الدولي وتنقل من مطار جربة 132 حاج. إجراءات رحيل ومغادرة مرت سريعا رافقتها إحاطة نفسية ودينية وصحية يتطلب نجاحها أكثر التزام الحجيج ومرافقيهما بالوصول إلى المطار في الوقت المعلوم والمطلوبة حتى يتم تجاوز ساعات الانتظار المملة خارج المطار. العودة إلى أرض الوطن هي فرصة لدى أبناء تونس بالمهجر لزيارة الأهل والأقارب، وهي فرصة أيضا لدى البعض الآخر للمساهمة في التنمية. في العودة الصيفية لأرض الوطن عناوين عديدة لأبناء تونس المقيمين بالخارج، لقاء الأهل والأحبة ومعايشة الأجواء الصيفية الخالصة تتصدر اهتمامات التونسيين العائدين إلى أرض الوطن. يزور العائلة، يصيف، يمشي البحر، المناسبات، الأعراس، اللمات العائلية. أخوي يروح تونس أولا باش يشوف العيال والأحباب والأعراس، مناسبة الحج كما تو، يتفرهد الصغيرات والكبار والصغار وكل تلموا. ديما معناها نزور الأهل حتى في وسط العام، فيما بالك في الصيف ومناسبة السنة. الحمد لله جات مع إن شاء الله موسم الحج والعيد الأضحى
والحمد لله الواحد معناه يحاول أكثر ما يمكن باش يزور العائلة. ورغم غلاء التذاكر السفر وتأثيرات التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الإقامة، يحرص التونسيون المقيمون بالخارج على العودة والمساعدة على تحريك الدورة الاقتصادية ببلادنا. بينصير يوفرهم، يوفروا الوطن الشغل، يوفروا كل شيء، يوفروا كل شيء. أنا تو كيف جيت في الباخرة نلقى الناس كلها تونس كذا يقول لك يا أخويا باش ندعموا بلادنا ونمشوا مع نحذروا بلادنا ونعاونوا بلادنا. أنا يحاول حتى يقتصد في الخارج ويخدم ويسعى باش يحاول يدخل أكثر ما يمكن من العملة، وأكثر ما يمكن يحاول يعمل حتى مشروع صغير ولا يعمل حتى أي حاجة معناها ينجم يعاون بها للبلاد ويعاون بها له. عودة صيفية مكثفة ودائما امتدت على طول العام في السنوات الأخيرة، ما يتطلب أكثر إحاطة بهؤلاء التونسيين خارج الوطن واستثمار إمكاناتهم المادية والفكرية بما يفيد التنمية الجهوية بأشكالها المتنوعة. غياب الفضاءات الترفيهية في بعض الولايات الداخلية ومن بينها سيدي بوزيد إشكال يتجدد مع انطلاق العطل المدرسية. مع اشتداد حر الصيف في مدينة سيدي بوزيد، يجد الكثيرون في أحد المسابح بالجهة الملاذ الوحيد لممارسة هواية السباحة والترويح عن النفس. ناجح منافقي أحد المقيمين خارج أرض الوطن، ونظرا لطول العطلة الصيفية يجد صعوبة في العثور على فضاءات ترفيهية لابنيه خلال هذه الفترة باستثناء هذا المسبح. غياب فضاءات ترفيهية وانعدام أو حتى إن وجدت يعني بقلة في سيدي بوزيد، حتى ما علينا أن نجول الفضاءات مثل هذه باش صغارنا على الأقل يتفردوا شوية ويحسوا بطعم الإجازة يعني والعطلة. نجو نحن نزيد البسين لهنا باش نستمتعوا وزيدة باش نبردوا شوية مسخانة، ونحن نتمنوا زيدة أنهم يكثروا من هذه الفضاءات. جيت للبسين باش نعمل جو ونتفرحت. عديد المشاريع الشبابية والثقافية التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة تساءل ناجح عن سبب تأخر دخولها حيز الاستغلال. كيف نجي نشوف، شفت برشا حاجات فرحتني في الأول، شفت مركز الفنون الركحية والدرامية، شفت مركب ترفيهي، شفت مسبح، لكن للأسف هذوما كلهم مسكرين غير مستغلين. صحيح مدينة سيدي بوزيد تعاني من نقص في المرافق الترفيهية العامة وحتى الخاصة، لكن هناك العديد من المشاريع إن شاء الله سترى النور قريبا. من بين المشاريع التي بصدد الإنجاز عندنا المسبح البلدي. قد الإشكالية متعطلة بمسألة الربط بالماء صالح للشراب والكهرباء، وبإذن الله في غضون شهر تم العملية هذه. أيضا هناك مشروع ساحة الأرض نسبة تقدم الإنجاز 25%، وبعض الأشهر إن شاء الله القريبة القادمة يكون جاهزة. منتزه لسودة اللي تمت الصيانة بتاعه وتم القبول الوقتي وفي إطار تحديد القيمة الكرائية اللي يقع استلزامه. عندنا أيضا المنتزه الحضري بمدينة سيدي بوزيد، إن شاء الله نأمله باش يكون في الصيف القادمة حاضر. عندنا أيضا مركز الفنون والركح الدرامي قيمته 2 مليارات و250 تقريبا أنجزة. ناجح منافقي سيغادر أرض الوطن بعد انقضاء العطلة الصيفية على أن يعود في الصيفة القادمة ويجد كل هذه المشاريع التي ما زالت بصدد الإنجاز قد فعلت. نبقى في إطار الترفيه، وأمام ارتفاع درجات الحرارة تتوجه العائلات في القيروان إلى المنتزهات والساحات العامة ومدن الألعاب باعتبارها الملاذ الأول لهم لقضاء ليال صيفية ممتعة. مع غروب الشمس تقصد العائلات في القيروان الساحات العامة والمنتزهات للترفيه عن النفس. عيد الفضاء ناس كلها تجي، ناس كلها منورة فيه، ناس كلها تعيش معاه. الحمد لله رب العالمين اللي عنا حاجة باهية في القيروان خير من بلاش. نخرج ونحوس وندور كل شيء. الحق مرتاحة فيها، معناتها نجيب صغاري يتفردوا شوية لهنا في المناج شوية. كانت قبل كانت في الفسقية هذه نقعدوا فيها نعملوا فيها نسهروا فيها شوية، ولا هذا معناتها للأسف الشديد معناتها اللي يضيعوها ماهيش لاين بها معناتها. كمين الظل هكا شوية تخرج العباد شوية تخرج للديار سخونة وكذا. وفي الصيف نتاعنا نحن بالنسبة للقروان تسخن الأكثرية تمشي للشتوت. الأطفال لهم النصيب الأوفر في اللهو واللعب، حيث توجد الكثير من الألعاب في أحد الفضاءات الخاصة. الكل عجبون نلعب فيهم كل. إيه أنا نمشي هذيك في المانيز هذيك ولعب نمشي نبدلوا جو. ده ثم ويا ثم برشا ألعاب برشا للصغيرات، سيرتو للصغيرات ثم حاجات باهين فرات صغيرات.
ومتنفس به البلد. بعد ساعات الحر الطويلة يعتبر قدوم الليل الملاذ بالنسبة لسكان القيروان، حيث يمكنهم الاستمتاع بالحياة. مصيف الكتاب في المنستير يدعو الأطفال إلى المطالعة على حافة البحر، فكرة وبادرة تتجدد للمرة 15 على التوالي وتلقى إقبالا واسعا من الأطفال. عندما يكون الكتاب صديقا فهو سيكون خير رفيق للطفل على شاطئ الفلاس بالمنستير، ليراوح هذا الطفل بين السباحة والمطالعة فيبدع ويحلم ويفكر، هكذا تحدث المصطفون الصغار. انت جبنا نقراها على الشاطئ على خاطر نحس مولا رتح الاعصاب كل محلاه، يعني ما نجمش نقراها في داري وحدي، في دارنا وحدي نفد. كنت تتعلم الرقص خاطر انا كنت قبل مستنسه بالرقص ونحب الرقص. نقرا على شط البحر على خاطر شط البحر يعطينا برشا قوه ونشاط. اني نحب الكتاب يكون رفيق معايا في البحر خاطر تنجم تستمتع بالقرايه احسن، وزاد تنجم حتى كان باش تكتب قصه ولا اي حاجه تنجم تفكر احسن وتجيك افكار اروع. في خيمة الكتاب اجتمع الأطفال من مختلف الأعمار مع أصدقائهم وأوليائهم لتصفح مجلة أو قصة أو كتاب في إطار مغاير وغير مألوف للمطالعة. كما قال المثل، علموا الأطفال وهم يلعبون. هون كي الصغار منهم يتفرهدوا منهم يطالعوا، خاطر صغارنا بعدوا برشا على المطالعة، تغرموا برشا بالإنترنت، وهون كي نلقاو كي نفرحوا كي نلقاو أجواء الحقيقة تغرم الصغير باش يطالع على شط البحر يعوم شوية وفي نفس الوقت يجي يطالع شوية حاجة رايحة برش. بارون يلزموا يغرس في صغيره حب الكتاب واحترام الكتاب، ما نراوش كتب مقطعة مطيشة في البوبال. هذاك علاش احنا خرجنا من الفضاء المسكر في المكتباتنا من جدران المكتبات، حبينا نعرفوا أكثر بالكتاب، حبينا نعرفوا أكثر بأهمية الترغيب في المطالعة وأهمية المطالعة بالنسبة لجيل المستقبل متاع تونس. مصيف الكتاب بالمنستير الذي جاء تحت شعار فلازنا يقرأ يعد فرصة لمحب الكتاب لإطفاء ظمأ حرارة الصيف على الشاطئ والارتواء من مختلف الفنون من جهة، والترغيب على المطالعة للعازفين عنها من جهة أخرى. وفي فسحة المهرجانات نأخذكم اليوم إلى موقع السليوم الأثري بالقصرين. هذا المعلم الأثري الذي يختزل عمق الحضارة في القصرين هو اليوم يخضع إلى الترميم والصيانة، وقريبا سيتم افتتاحه مجددا بسهرة للفنان العربي مارسيل خليفة. إلى النصف الثاني من القرن الأول ميلادي يعود أحداث هذا المعلم الأثري المسرح الروماني السليوم الذي أحاط به قوس النصرية والحصن البيزنطية وضريحة العائلة البترونية والعائلة الفلافية. عنده رمزية كبيرة برشا المسرح الأثري الروماني اللي هو معناه من أحسن المسارح في الجمهورية. هو معلم من أهم المعالم الأثرية بالبلاد التونسية، وهو ما تجسده الكتابات والنقوش التي تغطي واجهاته. إحياء أو استعادة تاريخ ولاية القصرين تمر عبر استعادة المسرح لدوره الحضاري ودوره الثقافي، وحبيناه يحضر في صيف هذية ونفتتحوه بسهرة معناها مميزة لمارسيل خليفة. وتعتلي الجماهير مدارج السليوم الذي يخضع إلى التهيئة والصيانة، وخصصت له ولاية القصرين ميزانية تقدر ب 700 مليون دينار في انتظار تدخل وزارة الثقافة لوضع اللمسات الأخيرة. أنا تواصلت الأشغال وإن شاء الله هي في نهاية تاعها تقريبا في حدود 700,000 دينار. بنأكد أن المسرح هذا هو حلم لأجيال عاشت على وقع هذه اللحظة. وينجلي اليوم ليل المسرح الأثري السليوم بعد عقود من الزمن، فتتحد الجهود لأجل تلك اللحظة التاريخية التي ستشع فيها هذه المنارة الأثرية على ولاية القصرين. هنا تعانق الطبيعة التاريخ، تاريخ سيعزف على أوتاره مارسيل خليفة أنغام الحرية ليطرب مسامع جماهير السليوم في أول حفل سيقام في رحاب المسرح الأثري بالسليوم. للتلفزة الوطنية التونسية نادية رتيبي، القصرين.
وبهذا نصل إلى ختام النشرة ونذكركم بالعناوين. سكب مياه الصرف الصحي بالخندق المخصص لمياه الناس بمنطقة نويل يسبب أضرارا صحية للأهالي ومشاكل بيئية خاصة في غابات النخيل. المسابح في سيدي بوزيد الملاذ الوحيد للمواطن للترويح عن النفس، إشكالية تطرح غياب فضاءات الترفيه والدعوة إلى تسريع في استكمال المشاريع المعطلة في هذا المجال. الكتاب خير رفيق للطفل على شاطئ الفلاس بالمنستير، تظاهرة ثقافية تراوح بين السباحة والمطالعة من أجل جيل مبدع. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.